مرحبا بكم في الترجي نيوز. وفي نشرتنا اليوم الترجي يتعادل في سوسة، أجواء ما قبل المباراة، توضيح قضية كلوتي. عسلامة، مرحبا بكم مع موعدكم اليومي ترجي نيوز، آخر الأخبار الخاصة والحصرية اللي تهم شيخ الأندية التونسية من اثنين للجمعة مع 8:30. الحدث اليوم كان بالطبيعة لقاء القمة في سوسة بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. تعادل سلبي خلينا في طليعة الترتيب بفارق نقطتين مع الملاحق المباشر نادي الفريقي، 4 نقاط على سي اس اس. هاوش قالوا الملاعبية والإطار الفني بعد المقابلة. مباراة الترجي الرياضي التونسي أمام النجم الساحلي اعتمد فيها الترجيين نفس التشكيلة اللي فازوا بها على النادي البنزرتي، ورغم الفرص اللي جات من جهتين إلا أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي. قاعد يلوجوا على جهة اليمين سيوين فما غاديكا بونجاح والمويهبي يتحرك غاديكا زادة، ما عرفنا كيفاش ننقلوا من الخطوره نتاعهم، عرفنا كيفاش نضيق المساحات اللي بيناتنا. بيردو ترو فيت لو بالون بور نو سي با لو ستيل. جبنا زوز كور اليوم، كرة احمد وفي الاخر كورتي انا، صار الغالب معناها حبيتها بالقوي معناها زيد جاتني على اليسار نحطها باللوطة بالقوية الغالب مشيت لفوق شوية. ان شاء الله جاي خير وكذا. ان شاء الله الشيء اللي معناتها كنا مخطين حصل اللي هو معناتها في مينيت الاولى ما قبلناش بونتويت، وبعد بدينا ناخذوا في اللعب، بدينا نلعبوا في اخر بريميتون. كما شفت زي ميتون كل الظهر اللي كان عادنا وجينا برشا فرص اللي كنا نجموا معناتها نركب منهم واحده، ما الغالب معناتها. بعد ما تبعنا التصريحات ما بعد اللقاء اجي نرجعوا مع بعضنا نشوفوا من الصباح كيفاش كانت الاجواء مع الملاعبيه قبل الماتش. الحديث بالبارح واليوم على موضوع اللاعب كلوتي والخطية بتاع الفيفا ب 1.4 مليون دولار. باش نفهموا احبانا والناس صحيح من الغلط، معنا عبر الهاتف الاستاذ رياض تويتي رئيس لجنة القانونية للترجي. ماتر عسلامة. عسلامة ماتر، كنت تفسر لنا شنو هو الحكاية بالضبط؟ والله قبل كل شيء ساعة ما هيش خطية، معناها ما فهمناش علاش الخبر الدولة لأنها خطية وغرامة. هو المبلغ اللي انت قلته معناها 1.4 مليون دولار هو معين الصفقة اللي شرى به ترجي كلوتي عام 2012. الترجي لما جاب كلوتي اتفق مع نادي تشيلسي اللي كان يلعب فيه اللاعب ذايب على مبلغ 1.4 مليون دولار. تبقينا الخلاص كان من المفروض أن يتم في نهاية 2012، والتاريخ هذايا تم تحديده باقتراح من الترجي لأنه كنا نستناه وقتها في مبلغ جاي من صفقة يوسف المساكني اللي فوتنا فيه كما يعرفوا الناس كل نادي الأخوية القطري. تبقينا صار إشكال وأنه الأخوية وخر في دفعان المبلغ هذا. نحن طلبنا حضرنا روحنا وطلبنا ترخيص من البنك المركزي اللي مشكور وكما ديما معناها يستجيب للطلبات وعطانا ترخيص باش نحول المبلغ، لكن الأخوية وخر علينا. بعد مدة الأجل اللي تحدد في الترخيص البنك المركزي انتهى، خاطر البنك المركزي يعطيك ترخيص وما يقعدش ديما مفتوح، يعطيك أجل. بعد قعدنا نحضروا في ملف آخر، جات انتدابات نتاع أول الموسم والناس كل تعرف اللي نحنا رجعنا يانيك نجونغ ورجعنا أسامة الدراجي من نادي سيون سويسري، وهذوما الاثنين بتبيع الصفقتين هذوما تكلفوا معناها أموال كبيرة.
بعد باش ما نقعدوش في اشكال مع نادي تشيلسي، لانه المبلغ لازم الناس الكل تعرف هو دين متخلد بذمه الترجي، معناها الترجي لازم يدفع المبلغ هذا. اقترحنا على نادي تشيلسي اللي مشى للفيفا طالب حقه، هذا ما فماش اشكال ومن حقه باش يعمل الشيء هذا، طلبنا منهم امكانيه تقسيط المبلغ، لان احنا صرفنا برشا فلوس في الميركاتو نتاع سيف، وقلنا لهم نجموش نقسطوا لكم المبلغ على 3 مرات. يجينا فاكس من تشيلسي فيه لونتيت وفيه تصحاح نتاع الديريكتور اكزيكوتيف نتاعهم، يقول باهي نوصوم داكور، وهاو نمرو هاو العدد الحساب الجاري. بدينا نحضروا في رواحنا على اساس انه باش نقسطوا المبلغ على 3 مرات، خاطر كيما قلت لك راهو في كل مره يلزم ملف في البنك سنترال. يجي فاكس اخر من بعد مدة يقول لا راهو ما فماش صلح، واللي بعث لكم الفاكس هذاك ماهوش مؤهل باش ياخذ قرار باش يقبل التقسيط. حسيلو صارت لخبطة كبيرة مع نادي تشيلسي، وبالطبيعة الفيفا معناها بخلاف انه نادي تشيلسي تقدم لها بطلب، هي وحدها راهي تتبع، عندها سيستم نتاع هذا يسميوه لو سيستم تي ام اس، اللي يخدموا في المجال هذا يعرفوه، تتبع وحدها الخلاص تم ما تمش وكيفاش تم وفانا وحساب تثبت الفلوس قدامهم، وينجموا يعملوا حتى للتوسيزين، معناها الفيفا وحدها تنجم هي تتدخل. لهنا الفيفا دخلت وزاد بطلب من تشيلسي، حتى تشيلسي طلب التدخل، والبارح جانا مكتوب يطلب من الترجي باش يخلص المبلغ هذا، اللي نعاود نقول ماهوش غرامه وماهوش خطيه، هو فقط معين الصفقه نتاع كلوتي اللي هو 1,400,000 دولار، وبالطبيعه فما مصاريف نتاع الطلب اللي تقدم به تشيلسي ماهيش مبلغ كبير برشا. دونك طلب من الترجي، الفيفا طلبت من الترجي البارح باش تخلص معين الصفقه هذه في ظرف شهر. دونك لهنا عندنا شهر باش نخلصوا، بقدره تربي اليوم الاجراءات بدات مع البنك المركزي وباش نحولوا المبلغ في اقرب وقت، وهذه مساله الخطيه ولا العقوبات ما فماش منها خلافا لما تم تداوله. شكرا لك متر رياض تويتي على هذه التوضيحات. هكا وصلنا لختام نشرتنا متاع اليوم، ذكركم غدوه عندنا زوز مواعيد كالعاده، ترجي نيوز مع 8:30، وعندنا موعد مع العدد الاول من ترجي تي في. تصبحوا على خير، والتحيه الترجي.